الجولة القبل الختامية، الأولمبي البيجي المتأكد من البقاء في الرابطة المحترفة الأولى والساعي إلى تحسين ترتيبه ينزل ضيف على النادي الرياضي البنزرتي الجريح بعد خسارة الجولة الفارطة واللي أمام حتمية الانتصار وانتظار عثرة من الترجي في الدربي لمطاردة الأمل الأخير في الحصول على البطولة. وكما هو متوقع أبناء الكنزار يبدأوا الشوط الأول بقوة، إذ بعد محاولة رأسية أولى من أحمد محمود الزوي سهلة في يد قيس العمدوني الهدف ما يبطاش. تسديدة أولى من أحمد الحران جي أمام عبد الملك زيايا في موقع مناسب دون تعقيد يمضي على ثالث هدف لي في البطولة والأول في اللقاء للنادي البنزرتي في الدقيقة 17، وهو نفس توقيت هدف الترجي في شباك الإفريقي. إجابة الباجية جي عن طريق الهجوم المعاكس، وعاطف المازني حركي يتسرب من اليمين يسدد والبجاوي في المكان المناسب يتصدى. زملاء النفسي يكثفوا من عملياتهم قصد التعديل وكان لهم ما أرادوا في دقيقة 25. تسديدة قوية من العبيدي، حسين البجاوي يتصدى ترجع سهلة أمام عاطف المازني والمرة هذه ما يضيعش ويعدل النتيجة للباجية. البنزرتي يرجع للهجوم والزوي كالعادة حركي يحضر بالراس لزيايا والأغير ما يستغلش موقعه الممتاز وكورته في الركنية. الركنية تتنفذ والزوي رأسيته قوية تمر فوق العارضة بقليل. زوز دقائق من بعد أحمد حران يجرب حظه من البعيد وكورته جانبية من مرمى العمدوني لتحكم على انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1. على غرار الشوط الأول أبناء الكنزار يبدأوا الشوط الثاني بعملية كادت تأتي بالجديد. أحمد الزوي وجه لوجه يتباطأ ترجع الكرة أمام زيايا أمام شباك فارغة يرفع الكرة والعارضة تمنعه من هدف الأسبقية. ثم الزوي يتسرب بامتياز من اليسار يدخل منطقة 18 متر اتم عرقلته والمطالبة بضربة جزاء يقابلها الحكم بالأمر بمواصلة اللعب. الإجابة تجي من العبيدي اللي كالعادة اختير عن طريق التسديدات يباغت من البعيد وكورته جانبية. نلعب في دقيقة 72 مخالفة في موقع ممتاز للنادي البنزرتي والبديل كمال زعيم في التنفيذ وكورته يبدع العمدوني في التصدي لها. دقيقتين قبل نهاية الوقت القانوني للقاء حسام الحاج مبروك يلعب 1-2 مع الحران يدخل منطقة 18 متر اتم عرقلته والحكم دون تردد يعلن عن ضربة جزاء للنادي البنزرتي. عبد الملك زيايا في التنفيذ ينجح في إعطاء الأسبقية لزملائه والثاني ليه في اللقاء. دقيقتين من بعد وكالعادة وراء كل العمليات الخطيرة للبنزرتي الزيايا يتوغل يراوغ ويسدد والعمدوني في الموعد يمنعه من الثلاثية ليعلن بعدها الحكم على نهاية اللقاء على انتصار معنوي مهم لأبناء الكنزاري، لكنه ما غير حتى شيء في اسم المتوج بالبطولة. فمبروك التتويج بالبطولة للترجي وحظ أوفر للبنزرتي. نعرف اللي حتى كنا باش نربحوا اليوم مش في غير شيء خاطر انا بيردي لو تيتر الجمعه اللي فاتت. انا جيت بيرسوادي هذاك علاش بيتيتر جي سي باش ليبري لي جوار باش يلعبوا ماتش اللي لازم يلعبوه يربحوا ما يربحوش سيتي معناتها موضوع ثاني. على كل اول حاجه مبروك للترجي فوزهم بالبطوله، مبروك للنادي الرياضي البنزرتي لا سيزون اكستراوردينار اللي عملتها بارابور دوتر كلوب اللي نتصور بالافكتيف اللي عندنا وبالبيدجي اللي عندنا كومباري للصفاقس كومباري للايطوال كومباري للكلوب جو بو دير اللي عملنا معناتها كيما نقولوا خدمه معناتها انا في دي بولو ممتاز توت اولون دو لا سيزون سا نوزا مونكي في الاخر الغالب. نشكر خاصه اللاعبين يعني قدموا مردود بطولي نتيجه اللقاء حكم فيها